بيني وبينك كان هاد السؤال كيتطرح عليا بزاف، وديما كنقول نفس الهضره، انا غير مسؤوله على الغياب ديالي. انا زعما حاضره كاينه، اللي كي قلب عليا كيلقاني، موجوده في المهرجانات، موجوده في لي زانترفيو، موجوده في الانستغرام كتشوفوني واقيلا كنبيبليي. فما عرفتش كيفاش ما نكونش غابره، ما عرفتش. انا المعايير بالنسبه ليا هما كل واحد والاختصاص ديالو، فالممثل الاختصاص ديالو هو التمثيل، وانستغرامر الاختصاص ديالو هو الانستغرام، وسيناريست الاختصاص ديالو سيناريست، مخرج نجار طبيب الاستاذ يعني كل واحد والاختصاص ديالو. باش انا ما يمكنليش نقري في الجامعه، وما يمكنليش نعمل عمليه جراحيه، وما يمكنليش نعمل رسم هندسي ولا نبني ولا شي حاجه. ولكن هو عالم الشهره هو صور قصير. ملي كنقول عالم الشهره يعني التمثيل والغناء والرياضه وحتى الصحافه حتى الاعلام. فاي واحد كيلقى راسو باغي يكون مشهور وباغي يدخل لعالم الاضواء كيبغي يطلع فوق هذه الشجره هذه ولا فوق هذا السور هذا، باش حتى هو يستقطب الاضواء اللي هو لغايه في نفسه الله اعلم. واش بالنسبه لي له حبا في الشهره، فلوس، في اثاره الجنس الاخر الله اعلم، ما نعرف، كل واحد ونيته. ولكن بصراحه كاين هذه القضيه هذه، انا ما نقدرش نقول لك اكثر من هكذا. اللي يمكن لك تسول هو المنتجين والمخرجين والقنوات، لان بالنسبه لي انا اللي كنسمع هو المخرجين والمنتجين كيبغيو يخدموا مع صحابهم. ملي كتسولهم كتقول لهم علاش خدمتي، صاحبي صاحبتي من غير هادشي هذا ما انا بصراحه ما عنديش فاش نفيدك. المعلومه اللي عندي هي اللي عطيتك، وانا ما يمكنليش نعمل شي حاجه اخرى من غير التمثيل، لان انا مكونه في التمثيل واجازتي في المسرح، وما نقدرش نعمل شي حاجه بدون اختصاص. هو انا ما كنجيب حتى شي حاجه من عندي، ولكن ملي كنجلسوا هكذا في طابله كما حنا دابا في مهرجان هضره، هو مخرج كيقول لك انا كنخدم مع فلان وفلانه محيت صحابي وكنعرفوا بعضياتنا وكنجلسوا مع بعضياتنا احنا صحاب. فانا بالنسبه لي ما كتجلسش مع المخرجين والمنتجين؟ لا، انا كلهم صحابي، ولكن انا ما دخلاش في كليكه حتى العمق، فهمتي؟ بيني وبينهم احترام، بيني وبينهم مودة، علاقتي بهم زوينة، ولكن أنا ماشي داخلة معاهم مزيان حتى للعمق، فهمتي؟ بحال دابا شي واحد اللي كيكون عنده صاحبو كيجلسوا مع بعضياتهم في الدار، كيسافروا مع بعضياتهم، كيخرجوا مع بعضياتهم، نورمال غادي يبغي يخدم معاه. وهذه كتقلب فمهم، انا ماشي كنطيح عليهم الباطل. راه كتقولوا علاش خدمتي مع فلان ولا فلانه، كنظن انت بدك الا سولتي شي منتج يقول لك صحابي فلوسي وانا حر فيهم نخدم بهم شكون ما بغيت. ولكن شويه هكذا شويه هكذا، جيب صحابك وطعم بالناس. ما كنهضرش على راسي انا كما انا صديقي، ولكن كاينين بزاف ديال الفنانين بغض النظر عليا انا سواء خدمت ولا ما خدمتش، مي كاينين بزاف ديال الفنانين اللي هما مسؤولين على اسر، اللي هما مثلا كتكون ممثله وممثل خدامين في الدومين هذا ويقدروا ما يخدموش كاع، عندهم وليدات. نعشوا شويه، جيبوا اصحابكم وطعموا بالناس واحدين اخرين، ممثلين واحدين اخرين، لان حتى الجمهور رجع كيعرف، والجمهور كيتوحش، والجمهور كيصيفط وكيقول غبر علينا فلان وغبرت علينا فلانه. يعني شويه هكذا شويه هكذا. والصراحه هذا سؤال زوين، هو انت صادقه في سؤالك وانا نكون صادقه معك في جوابي. فعلا كنتوحشوا الشو الممثل اللي كيتنفس فن، اللي كيتنفس سينما ومسرح وتلفزيون، ما كيقدرش يبعد عليهم. ومني كيبعد عليهم واحد الفتره كيحس بالشوق، كيحس بضياع، كيحس بتحيز، وهذا الشيء هذا كيمرضوا نفسيا ممثل بصفه عامه. زعما ما غنهضرش على راسي، حيت انا عندي واحد صاحبتي كانت 4 شهور ما كتخدمش، كتقول لي منال انا توحشت نسمع اكسيون، توحشت نوقف قبلت الكاميرا، توحشت نخدم، توحشت نوقف البلاطو. وفعلا هذا الشيء هذا اللي كنحسوا به ملي كنكونوا بعادين على الكاميرا ولا بعادين على البلاطو،
تأثر على النفسية. أول حاجة باش بغيت نشكر يونس رقاب، لأن فعلا يونس كان عنده تحدي كبير أنني باش يختارني كوجه جديد في هذا المسلسل هذا. كنشكره أنه أعطاني هذه الفرصة هذه، وأليان بروديكسيون حتى هي أعطته المسؤولية باش أن احنا نخدموا هذا المسلسل. عندي ذكريات زوينة من هذا العمل هذا. دابا رجعتني لواحد النوستالجيا ما غنقدرش نفككها حتى نهضر على كل شيء. هو باك توريا كانت اكسبيريونس زوينه بزاف، والحمد لله اني خدمته وعرفني فيه الجمهور، وباقي لدابا كيعيطوا لي توريا، وباقي لدابا كيصيفطوا لي دي ميساج، وباقي لدابا كيهضروا لي على هذاك الحنين ديالهم للمسلسل. بالنسبه للمسلسلات ديال دابا كاين متنوع، هو الانتاج المغربي زاد بشكل ملحوظ، وعلى حسب ما كنشوفوا تبارك الله زعما احسن من قبل. كاين تنوع، كاين ما بين مزيان والعيان، وكاين القصص متنوعه، فهذه حاجه كتحتسب للقناه المغربيه. انا بالنسبه لي كنشوف الحامض ماشي ديما خايب، هو عمر فيتامين سي. يعني حتى ولا كان عمل خايب ممكن نستافدوا منه. المهم كاينين اعمال كما قلت لك قبيله، اوزمون بلي رجع عندنا وفره في الانتاجات، فحتى ولا كان حامض كيبقى انتاج مغربي غير مدبلج، كاين فرق. وهذا الشيء هذا كنعتزوا به. المهم بالنسبه لي عاوتاني كوميديا صعيبه، الكوميديا صعب انك باش تضحك تعمل عمل كوميدي وتضحك الجمهور ولا تضحك المتلقي، واسهل حاجه هي الكوميديا المبتذله، وهذيك الكوميديا المبتذله هي اللي كيتقال عليها حامضه. فكاين واحد النوع ديال الكوميديا الصعيبه، كوميديا المواقف، كوميديا السوداء، كاين واحد النوع ديال الكوميديا اللي هي صعيبه صعيب ان الواحد يعطي فيها. فبالتالي القضيه ديال السيتكومات عندها شروط معينه في التصوير، مع كنكونوا مزروبين في رمضان، مع مسائل كتكون دغيا الفنان كيكون عنده اكثر من عمل عاوتاني خصو يبان فيه. المهم بالنسبه ليا واخا كتكون كما كيقولوا الناس حامضه، ولكن كيكون عندها ميزه بضو. كيكون عندها ميزة أنها مغربية وتنوع. أنا بالنسبة لي ماشي نشيطة لديك الدرجة ديال الناس المؤثرين ديال السوشيال ميديا، ولكن كنحاول نحافظ على صلة الوصل بيني وبين الجمهور، واخا ما تكونش كبيرة بزاف، المهم كنحاول نتواصل من خلال السوشيال ميديا. شوف احنا كفنانين المفروض نكون قدوة للناس، ونكون عندنا بعض التصرفات اللي يقتديو بها الجمهور ديالنا ولا المتابعين ديالنا، لان حتى احنا كفنانين كنأثروا عليهم. فباش نساند انا فنانة زميلة ديالي ولا صاحبتي يعني في واحد المحنه معينه، هذا كان كنشوف واجب، لان المفروض ان كل واحد يساند الناس اللي قرابين عليهم ولا اللي كيعرفهم في المحن ديالهم. زائد باش انني نكون كنخرج بالتصريح ديالي منافي لواحد ظاهره وقعات، لواحد تصرف من اي واحد معروف دارها ولا شي حاجه، كنظن هذاك عاوتاني واجب. لان انا الا شفت شي حاجه منافية لأخلاقنا، منافية لمغربيتنا، منافية لبلادنا، منافية لديننا، منافية لأي حاجة من المقدسات ديالنا حنا كمغاربة عرب مسلمين أمازيغ، فكنشوف هاد الشيء هذا عيب. وغادي نكونوا ساكتين على واحد الحق، وتسكتوا عن الحق شيطان أخرس. فما فيها بس أن احنا نشهدوا بالحق عاوتاني حتى حنا، ونجيو مع الحق وندافعوا على الوطنية ديالنا والتمغربيت ديالنا. وأنا في هاد القضية بزاف كتجيني الغيرة على بلادي. أيوة واحد او اي بلاصه في العالم اللي كنشوف نضرب لي بلادي بشي كلمه ولا بتصرف او هضر خايب، ولا حتى انا كتجيني النفس وكان بوستي. فانا كنشوف هادشي هذا زعما عادي كوحده فنانه مغربيه باش ننتقد ولا باش نوقف مع
مع الحق ولا باش نساند شي موضوع معين. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.